بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أعظم الأعمال الصالحات التي تقرب إلى رب الأرض والسماوات التأسي بالقدوات الصالحة، فإن الله جل وعلا بين في كتابه أن الأسوة الحسنة طريق من طرق تحصيل مرضاته جل وعلا وتقواه والإيمان به سبحانه ونيل درجات مغفرته ورضوانه. فأمر الله سبحانه بالتأسي بالقدوات الصالحة، وأعظمهم وأجلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد قال الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وهو من الذاكرين الله جل وعلا، فإن من أعظم خصال وصفات أولئك تأسيهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الإنسان بفطرته وخلقته مجبول على التأسي والاقتداء بغيره ممن هم في عنده محل الأسوة والاقتداء. ولذلك ترى الطفل وهو صغير يحاكي ويتأسى بأقرب الناس إليه بأبيه وأمه، وذلك لأن الإنسان بفطرته مجبول على التأسي والقدوة، يحب أن يكون له أحد يسير في ركابه ويجعله إماما له، يحاكي فعله وقوله، بل وربما مشيته وحركاته. والأسوة على نوعين: النوع الأول الأسوة الحسنة، والنوع الثاني الأسوة السيئة. فليست كل أسوة بمحمودة،
ولذلك لابد في التأسي أن يتأسى الإنسان بالأسوة الحسنة، وإلا وهو بفطرته وخلقته وجبلته سيتأسى إن بأبيه أو بقريبه أو بصديقه أو بمعلمه أو بمن هو محل الإعجاب عنده من الناس. هكذا فطر الله الناس، فليس الحال في التأسي، وإنما الحال في التأسي بالأسوة الحسنة والقدوة وبالقدوة المباركة. ولذلك بين الله جل وعلا في كتابه الأسوة المباركة والحسنة، والتي هي أسوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هؤلاء المفلحون الناجون الصالحون المؤمنون هم الذين جعلوا النبي صلى الله عليه وسلم جعلوه أسوتهم وقدوتهم وإمامهم. ولا شك أن خير خلق الله أجمعين والذي اصطفاه الله فجعله خيرته من خلقه، وجعله إمام الأنبياء وإمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما خلق الله من خلقه بأفضل ولا أجل ولا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق، سيد ولد آدم أجمعين. ومن فضل الله علينا أنه هو نبينا ورسولنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا، هو الذي نعته ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. سيرته صلى الله عليه وسلم المحفوظة سيرة عظيمة في كل شأن وأمر، في أمر الدين والدنيا، في حياته صلى الله عليه وسلم مع ربه ومع صحابته ومع أزواجه ومع الناس من عدو وصديق، هو أسوة في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الأقوال والأفعال والتقريرات، وسنته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية عليه الصلاة والسلام. ولذلك فقه الصحابة هذا المعنى العظيم والفقه الدقيق لعبادة رب العالمين، بأن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الموصل
إلى رضوان الله ومغفرته وجنته، فقد كانوا يقتفون أثره ويسيرون بسيرته ويتتبعون أفعاله وأقواله وأعماله ولحظه وسكونه صلى الله عليه وسلم. إذا قال سمعوا كلامه ووعوه وفهموه وطبقوه، وإذا فعل حفظوا فعله وتأسوا به واقتدوا به، وإذا قرر تقريرا حفظوه ونقلوه وجعلوه من دين الله جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أمرا إلا إذا كان من شرع الله. ولذلك اتفقت كلمة أهل العلم على أن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم من السنة ومن الشرع، لأنه لا يقر أحدا على خطأ أو على ضلالة، وإنما إقراره صلى الله عليه وسلم وتقريراته سنة ماضية ودين وشرع. ها هو عمر رضي الله عنه الفاروق يأتي إلى الحجر الأسود هذا الذي هو أمامنا اليوم، فيقول إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ما قبلتك، لأني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لكنها الأسوة، لكنه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طاف معاوية رضي الله تعالى عنه بالبيت فأخذ يستلم كل ركن من أركان البيت، فقال له الصحابي الفقيه ابن عمر: يا معاوية، لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني، ما استلم الأركان الأخرى، وإنما استلم الركن اليماني، فمسح عليه صلى الله عليه وسلم واستلم الحجر الأسود وقبله صلى الله عليه وسلم. والركنان الآخران لم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية: لم يكن شيئا من البيت مهجورا. يقول: ليس من البيت ركن مهجور. فرد عليه الفقيه الصحابي قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما تركناه إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وما استلمنا الحجر ولا اليماني إلا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه. لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. قال: صدقت. بهذا صار الصحابة رضوان الله عليهم في أنهم يعلمون أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم مقامات الدين. كان ابن عمر رضي الله عنهما في طريقه إلى مكة، وكان معه سعيد بن يسار، فلما خشي الصبح نزل من بعيره فأوتر، فقال له ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أو ترى على بعيره. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتلا هذه الآية ليبين لسعيد بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر على البعير في السفر على الراحلة، وقال: ما حملك على أن نزلت من بعيرك حتى تصلي؟ قال: خشيت الصبح فأريد أن أوتر. فقال: لقد كان لك في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه في إحدى صلاتي الغداء، وكان في الصلاة فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وهو في الصلاة. ماذا فعل الصحابة؟ هم الآن لم يروا، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في هذا الأمر، هم في الصلاة في هذه الفريضة العظيمة، لكنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خلع نعليه. فماذا صنعوا؟ خلع الصحابة رضوان الله عليهم نعالهم في الصلاة مباشرة. لماذا؟ لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآهم قد خلعوا نعالهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. هذا هو التأسي والقدوة. لم يتبين لهم السبب ولا العلة ولا هل هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو للصحابة وللناس، تأسوا به صلى الله عليه وسلم مباشرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهم سبب خلعه لنعليه صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى فخلعت نعليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه لأن جبريل أتاه وهو في الصلاة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يجوز للمصلي أن يصلي وهو عليه نجاسة، لا بد من طهارة البدن والثياب والبقعة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في نعليه أذى خلعهما. وهنا مسألة فقهية دقيقة تتعلق بهذا الأمر الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه إذا كان الإنسان عليه أذى في ثوبه أو بدنه أو بقعته فما علم بها إلا في الصلاة فأبعدها وأزالها، فإن صلاته قبل العلم صحيحة ويبني عليها ولا يقطع الصلاة ويستأنف من جديد. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع نعليه أكمل صلاته، لم يقطع الصلاة، مع أنه في أول الصلاة كانت النعلين بهما الأذى، لكن لأنه قد عفي عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا
ليس للإنسان فيه علم عن جهل، جهل هذه النجاسة قبل أن يعلم بها. فلو كان يعلم بالنجاسة قبل الصلاة ثم نسيها وصلى، كانت النجاسة على نعليه وهو يصلي بنعليه، أو كانت على شماغه وهو يصلي بشماغه، ثم تذكر أثناء الصلاة في الركعة الثالثة أو الرابعة أن النجاسة على شماغه مثلا، فخلع الشماغ وألقاه جانبا، فإن صلاته صحيحة ويكمل ولا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه وأكمل صلاته. والشاهد في هذا الحديث أن الصحابة خلعوا نعالهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله جل وعلا وصف التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنها أسوة حسنة، قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هو تأسي حسن ومطلوب شرعا ومدعو إليه كل مؤمن. والله سبحانه ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، والذين آمنوا معه أسوة حسنة. فالتأسي بالأنبياء والرسل من أعظم الهدايات، ولذلك قال الله عن الأنبياء والرسل بعد أن ذكرهم قال: أولئك الذين هدى الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أنبياءه ورسله، أمره بالاهتداء بهديهم والتأسي بهم والسلوة بما أصابهم من أذى في ذات الله جل وعلا. أولئك الذين هدى الله، أولئك أي الذين ذكر الله من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه، فبهداهم اقتده. يا محمد اقتدي بالأنبياء الذين قبلك. ولذلك جاء في غير آية من كتاب الله حكاية الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم في أنهم أوذوا فصبروا، فأمر الله نبيه أن يصبر كما صبروا. قال الله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. فأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل قبله. وقال الله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فكان الله جل وعلا في كتابه يقص على نبيه صلى الله عليه وسلم ما أصاب الرسل والأنبياء من الأذى، ليكون في ذلك سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم وتأسي. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنبياء الله قبله في صبرهم، قال صلى الله عليه وسلم: أوذي موسى
بأكثر مما أوذيت فصبر. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحكي نبيا من أنبياء الله آذاه قومه حتى سال الدم منه عليه الصلاة والسلام. يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي نبيا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن قومه اعتدوا عليه حتى سال الدم منه مما صابه من الأذى في ذات الله جل وعلا. فهذا المنهج، منهج التأسي بالأسوة الحسنة، منهج رباني وطريق شرعي في التأسي بالصالحين. والقدوات الحسنة وكل من فعل خيرا فتأسى به الناس فله أجر من تأسى به إذا كان هو القدوة في ذلك. ولذلك يحرص المرء أن يكون قدوة في الخير، أن يكون قدوة في الخير وإماما في الهدى وأسوة في العمل الصالح. جاء وفد مضر، هذا الوفد وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا مجتابي النمار متقلد السيوف. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهم تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، تمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، من العوز، من الفقر. قد بدا الفقر على وجوههم وفي حالهم، مجتاب النمار ما عندهم شيء، لا معهم زاد ولا متاع، ما معهم إلا هذه السيوف تقلدوها. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم فتأثر لما أصابهم، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة والفقر والعوز. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، ثم خرج عليه الصلاة والسلام، ثم أمر بالصلاة فأقيمت، ثم صلى بالناس صلى الله عليه وسلم، ثم خطبهم فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، يحث الناس على الصدقة ولو بشق تمرة. فجاء رجل بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، يعني عن حملها، بل قد عجزت. جاء بصرة فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتتابع الناس لما رأوا هذا الرجل. هذا الرجل بادر مباشرة إلى الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق لهؤلاء الفقراء المعوزين المعدمين. استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق، سارع وجاء بصرة عجزت كفه أن تحملها من ثقلها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى الناس ذلك تتابعوا. فيأتي الإنسان بثوب وآخر بتمر
وآخر ببر وآخر بشعير، حتى اجتمع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين من طعام وثياب، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم. في الأول تمعر وجهه، تغير، تأثر وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا ذلك على وجهه. فلما رأى هذا الطعام وهذه الثياب تهلل وجهه كأنه مذهبة، كأنه قطعة من ذهب، وكأنه القمر، كأن وجهه القمر يتهلل من الفرح والاستبشار أن سدت خلة من حاجات المسلمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما الشاهد من هذا؟ الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. ما هي السنة الحسنة في هذا الموقف؟ الرجل الذي جاء بهذه الصرة كان قدوة وأسوة للناس أن يبادروا إلى الصدقة، فعد النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا سنة حسنة دعت غيره إلى أن يتأسوا به، فله أجرها، أجر ما تصدق به، وأجر من فعل فعله تأسيا به. كل من جاء بعده متصدقا بسبب أنه رأى الأول هذا الذي حث الناس بفعله على الصدقة له مثل أجورهم، لا ينقص من أجر أحد منهم شيء، مثل أجورهم. ولكن في المقابل الأسوة السيئة مما نهت عنه الشريعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو أن الناس في مكان فأحدث الإنسان فيهم أمرا منكرا أو بدعة أو فعلا سيئا ما كانوا يعتادونه أو ما كانوا يجترئون عليه فاجترأوا عليه بسببه، أو ما كانوا يعرفونه فعرفهم هذا المنكر وهذا الفعل ففعلوه، فعليه وزر الفعل الذي هو فعله وعليه مثل أوزار الذين فعلوا. لو أن إنسانا في قرية والناس معتادون على طاعة الله وتوحيده، فأحدث لهم بدعة كدعوة أصحاب القبور من غير الله جل وعلا، يذهب إلى القبر ويدعو صاحبه من رجل صالح أو عابد ونحو ذلك، فأحدث فيهم هذه البدعة، فلا شك أن إثمه أعظم من فعل من يفعل بمجرد الفعل، وإنما هو قد تأسى الناس به. فمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ولد آدم الذي قتل أخاه، قال: ما من مقتول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ولد ابن آدم الأول كفل منه، لأنه أول من سن القتل في الأرض. كل مقتول يقتل ظلم إلى يوم القيامة على ولد آدم الأول كفل وزر، لأنه أول من أحدث القتل في الأرض إلى يوم القيامة.
يحملون أوزارهم وأوزارا مثل أوزار من تبعهم، فهو في قبره والسيئات تتتابع عليه، نسأل الله السلامة والعافية، والأوزار تزاد عليه، والآثام تكتب عليه ولو أنه قد مات، بمثل من سن في الإسلام السنة الحسنة فإنه له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ما دام أنه يعمل بهذه السنة من أول من علمهم إلى يوم القيامة. ولذلك فالأمر مهم وخطير أن الإنسان أولا يجب عليه أن يتأسى بالأسوات الحسنة والقدوات الحسنة، وأن يحذر من التأسي بأهل الضلال والزيغ والانحراف، بل يتأسى بالصالحين الأبرار. ومن أعظم ما يعين على التأسي بالصالحين والأتقياء أن تتأسى بمن مات، لأنه من كان حيا لا يخشى عليه الفتنة، لا يؤمن عليه الفتنة في أفعالهم وأقوالهم الذين وافقوا فيها شرع الله. ثم أيضا على الإنسان أن يكون أسوة في الخير مع أبنائه وأولاده وطلابه إذا كان معلما أو متبعا في أقاربه ومقتدا به، يحذر من أن يكون أسوة في الشر. إذا كان الإنسان متبوع سواء من أبنائه وأولاده وزوجه أو أقاربه أو جيرانه أو طلابه أو زملائه، ليكن أسوة حسنة يقتدى به في الخير، وليحذر من أن يكون بابا من أبواب الشر يفتح على الناس أبواب الشر. ولذلك من الدعاء المأثور: اللهم اجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فالمرء عليه في هذا الباب أن يكون قدوة حسنة وخير على الناس، وأن يكون في ذلك ممن يقتدى به في الخير، وليحذر من أن يعود من يقتدي به الشر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ومن أعظم حقوق الرعية على الراعي أن يكون أسوة لهم في الخير، لأن الإنسان بطبعه يتأثر بالأفعال والأسوة أكثر من القول مجرد الأقوال. ربما يتعلم الإنسان الصدق وعظم أجره ووجوبه على المؤمن، فإذا بالطفل يتعلم من أبيه الكذب ويرى أباه يكذب، فإنه يتأسى ويتأثر بأبيه. والطالب والتلميذ مع معلمه لو ألقى عليه 1000 محاضرة وهو يكذب، فإن ذلك أعظم في التأثير. فعلى المرء أن يكون أسوة في الخير ومتبوعا بما ينجيه أمام الله جل وعلا، وأن لا يكون أسوة في الشر وإماما في الضلالة والغواية. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا قدوات في الخير،
وأن يجعلنا ممن يتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا به مقتدين ومتأسين يا رب العالمين، وارزقنا يا ذا الجلال والإكرام الإخلاص في الأقوال والأفعال، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأصلح قلوبنا وأعمالنا، وأصلح ولاة أمرنا، ووفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال والأعمال. اللهم واحفظ هذه البلاد خاصة وبلاد المسلمين عامة. اللهم إنا نسألك لإخواننا المتضررين في دينهم وأوطانهم في الغوطة وغيرها، نسألك لهم فرجا وكشفا لكربهم. اللهم فرج همهم واكشف كربتهم. اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك تغنيهم بها عن رحمة من سواك، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.